صحة شربتكم، مرحبا بكم على قناة الزيتون. هذه حلقة جديدة من لا هكا لا هكا كل بلاد البومزي ود الحضرة بلاد الشتيح والدروس. لا قلت الحضاري بيصير يا أخي، توا الحضرة شنو شنو توا تعيطي بالحسن، توا الراجل ميت باش يجاوبك جاوبك. المشكلة في المنظومة في المقيم تاعنا، النظام اللي اخترناه للأسف هو نظام هجين، وهو نظام مكبل ونظام معقد. اسكندر موسى قال كان مش انا مسلسل النار ما يتصورش كومبليت. انت تغطي على الفساد نتاعك، انت تغطي على الفساد نتاعك وتحب الناس انت معناها ما 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 ما, ما, ما تطمعش لبرا. عاطف بن حسين والله شو نقول لك، كنت نتصور اخويا الكبير، كنت نتصور صاحبي، عملت معاه الماكسيموم اللي عملته معاه ممكن ما تعملوش الام مع ولدها. وبالمناسبه الكلام اللي نقول فيه توا هذا بلاغ مفتوح للسيد في الجمهورية في القطب في القضائي في الامتين المالي، وإذا كان يوجه لي فمكن استدعاء ومستعد فمكن باش نعطيه كل هالوثائق هالمعطيات هذية اللي هي فيني موجودة فمكن عندي. أنا نقف معاك بكرهبتي بصحتي بوقتي. قلت حتى عرفته على ناس مولوا المسلسل أفر. أي نعم، أنا عرفته بإنسان اللي فضله مشكلة مشكلة كبيرة باش خليه يخرج من عنق الزجاجة وباش ينجم يواصل في الـ في الـ في المشروع نتاعه. قاعدين يدبروا في روسهم بين كل واحد في بقعة ويخلصوا على حساب الشعب في هذايا، يقعدوا يخدموا الخدمة نتاعهم، ومشاريع نتاع قوانين معطلة تو فيني عندها فيني قداش بدي راقدة حتى حد ما متلفت لها. يا بايرة أنا بايرة. يهون عليك الماء والملح يا سوسو. تهون يا مغيارة غير مني ومن حبيبي حبيبي مسعود متر وتسعين يوز التسعين يعيطولو النقاع. هذا مكتوب ولازم نمشي بعيد نعيش، ننسى غرامك ما نجمشي